مدينة قربص مدينة صغيرة والأهمية ديالها برشة كبيرة، فيها كل ما كيتمنى الإنسان. جو من بحره ونعم جو نغزل البحر والجبل. قربص مدينة مزيانة برشة، احنا نجيوها باش نتفرهدو وميم طون برشة عبيد جيوها، معناتها اللي عنده البرد وفيها برشة بلايس مزيانين. بغيتي البحر؟ كاين. بغيتي الطبيعة؟ ما طلبتي غير الموجود. ولكن الشي اللي كيميز قربص على الآخرين وخلاها تكون مدينة ماشي عادية بحال هاد المدن الأخرى هي العيون المائية الاستشفائية. عين الفكرون، عين العتروس، عين أكتر، عين سبية. المياه اللي كتخرج من هاد العيون بحال المياه ديال مولاي يعقوب في المغرب، المنافع ديالها بزاف. العتروس اللي هي البوابة نتاع قربص، العتروس هي البقعة الوحيدة اللي تجبد في السياح القربص بحكم المياه المعدنية الساخنة نتاعها 55 درجة. العين هذه معروفة من أول الدنيا، فهمتني خويا، بيه الروماتيزم، بيه الأمراض الجلدية، يشربوا الماء ذي على أخويه، فهمتني، يعملوا به مسهل على أخويه، فهمتني، وحاجة طبيعية، فهمتني. وبطبيعة الحال هذه الأشياء متواجدة في هذه المدينة خلاها تكتسب واحد الشهرة عالمية، ولا السائح كيجيها منين ومنين؟ معدنية، ما أنا باهي لكل حد، ما أنا ناس كل جاي من كل بقعة، ما ثمش واحد اللي ما يجيهاش من الجزائر، من ليبيا، من المغرب. مواطن ليبي من ليبيا، وطبعا جايين هنا لتونس. يقولوا أن هذه العين نتاع قربص أنها يعني كويسة، علاج الأمراض البردة، و يعني في حال بحاجات كويسة. يوسير أخوي تسارة مع راسك وداوي روحك وجراحك.